بمشاركة أكثر من 70 متسابقا ومتسابقا انطلقت على شواطئ نسناس في جميرة منافسات بطولة دبي للألواح التزحلق على المياه بالمظلات كايت سيرف، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. وشهدت البطولة تألق نجوم منتخبنا الوطني الذين تفوقوا على الجميع، حيث شارك نجوم المنتخب الوطني والمحترفين والهواة من المقيمين. ونجح محمد عبيد المنصوري في تحقيق ثنائية بفوزه بالمركز الأول في فئتي فريستايل وتوين تيب، بينما نال سهيل المري وخالد بالجاف للمركزين الثاني والثالث. كما تألق بطلنا الصاعد عبد الله المحيربي في فئة الناشئين محققا المركز الثاني في فئة فريستايل والمركز الثالث في فئة توين تيب. هذا ومن المنتظر أن تستكمل المنافسات يوم السبت بإقامة سباقات مختلفة في فئتي هيدروفويل للرجال والسيدات والشباب على فترتين صباحية ومسائية. طبعا نادي دبي الدولي للرياضات البحرية افتتح عامه الجديد بتنظيم أولى بطولات أو أولى جولات بطولة دبي للكايتسر. طبعا شهدت البطولة هذه إقبال شديد من المتسابقين في جولتها الأولى، ومثل ما نحن أعلننا مسبقا أن البطولة ستكون من 3 جولات، وسيتم تكريم أيضا البطل الموسم في هذه الفئة. اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية تتابع حالة الطقس واتجاه الرياح وسرعاتها. ارتأت اللجنة أن تكون البطولة على 2 يوم، وهذا لأكثر عدد من المتسابقين، وتوزيع الفئات على 2 يوم في نهاية الأسبوع. قدرنا أن في آخر ساعتين أن يفتحون للمهارات المفتوحة اللي هي الفري ستايل، وشاركوا الحمد لله فئة جيدة، يعني من ما بين النساء والجونيور والشباب وفئة المواطنين، وأنا الحمد لله كنت من مشاركين فئة المواطنين. إضافة لأن هاي الرياضة تتكرر على مدار السنة تقريبا 3 أو 4 مرات، فبتكون ممتاز أن المواطنين بيكونوا متشجعين أن يكملون في المراحل الجاية على مدار السنة هاي لتجميع النقاط، ويكون المجموع العام يميز ما بين المشاركين كلها.